طريقة مقابلة لطريقة الروت لوكس تسمى بالفريكوانسي ريسبونس. واحنا كنا اتكلمنا على انه التست سيجنالز اللي بتستخدم للاناليسيس بتاع السيستم او حتى في الديزاين بعد كده انواع مختلفه. اتكلمنا على الستيب يونت ستيب, اتكلمنا على الرام, واتكلمنا كمان على الايه السينوسويد. فهنا في الطريقه دي بيعتمد على الابلاين سينوسويد الانبوت للسيستم ويتست السيستم بيزد على كده. فبيقول الفريكوانسي ريسبونس مين ذا ستيدي ستيت ريسبونس اوف اي سيستم تو سينوسويدال انبوت. انا نثبت كمان ان احنا بنتكلم على ستيدي ستيت هنا وعلى وان هو ليه بنسميها فريكوانسي ريسبونس, انها في الحقيقه فعلا بتعتمد على التغير بتاع الفريكوانسي. بيقول ان ذا فريكوانسي ريسبونس ميثود وي فاري ذا فريكوانسي اوف ذا انبوت اوفر سيرتن رينج اند ستادي ذا ريزلتنج ريسبونس. يبقى بيعتمد على انه يغير في الفريكوانسي ويشوف الايه الريسبونس بتاع الاوتبوت. The frequency response approaches are used for the analysis and design of control system. مماثلة للمathematical methods اللي استخدمناها, مماثلة للروت لوكس. تمام. The frequency response information obtained from the frequency response and the root locus are different. In fact, both approaches are complement to each other. معلومات اللي أقدر أخدها من root locus واللي أقدر أخدها من frequency response أقدر أعتبرها مكملة لبعض. الادفانتج بتاع الفريكوانسي ريسبونس بالنسبه للماثيماتيكال موديلنج اوف ا فيزيكال سيستم كان بي اوبتيند فروم ذا داتا جيند فروم ميجرمنتس. ميزه انه الفريكوانسي ريسبونس ممكن تبقى ماثيماتيكال ميثود, سوري ميجرمنت ميثود, يعني ممكن ابلاي على السيستم الكلام ده براكتيكالي واخد ابلاي كانبوت واخد قيم الاوتبوت لديفرنت فاليوز من الفريكوانسي. فبعمل موديلنج بي اكسبيرمنتال غير الموديلنج الماثيماتيكال. فدي الميزه بتاعته انها ممكن ابلاي الكلام دوت على السيستم واخد قرايات من القرايات ديت ابتدي اوقع الموديل بتاعي. انواع مختلفه بقى من فريكوانسي ريسبونس, بنتكلم عن نيكوست, بنتكلم عن البول بلوت, بنتكلم عن النيوكلوس ميثود. احنا هناخد منهم واحد بس اللي هو البول بلوت. لو عايزين ناخد ثاني ممكن ناخد عايزين ثاني سوا. تمام, هنتكلم على البوت بلوت, لكن ده انتوا عارفين انه في انواع مختلفه اسمها نيكوس ونيكوس, هندي برضو تنويع عنها. شغالينهم معاكم دول ولا تشويش على المحاضره؟ نيكوس ستابيليتي كرايتيريا انيبلز اس تو انفستيجيت بوت ذا ابسوليوت اند ريلاتيف ستابيليتي اوف لينير كلوز لوب سيستم فروم ذا نولج اوف ذا اوبن فريكونسي. ميزه للنيكوس ستابيليتي كرايتيريا انه بيستخدمها انفستيجيت بيها الابسوليوت والريلاتيف ستابيليتي بتاعت الايه اللينير سيستم, وان كان احنا مش هنتعرض ل النيكوس مثلا. طب يعني ايه زي ما بقول الفريكونسي ريسبونس؟ بيتكلم على انه بيعتمد على التغير بتاع الفريكونسي, اللي هو ان انا عندي السيستم بتاعي, السيستم بتاعي ده ليه ترانسفير فانكشن اسمها جي او اس. قد اكون انا مش عارف الجي او اس دي اصلا ماثيماتيكالي, بابلاي انبوت بماجنتيودز مختلفه وفريكونسيز مختلفه, سوري ماجنتيود وفريكونسيز مختلفه, يطلع لي اوتبوت ايه مختلف مع التغير بتاع خلينا ناخد المثال الابسط اللي دايما بنعرف بيه القصه ديت اللي هو كويل. لو انا عندي اندكتور انا ابلايد عليه فولتج ماشي فيه تيار اي اوف تي, او التيار اي اوف تي ده بتاعي هو اللي انا بتحكم فيه بكرنت سورس. فليه ماجنتيود ام اي وساين اوميجا تي زائد فاي اي, يعني الانجل بتاعتي بالنسبه للساين لو اعتبرته ريفرنس هي زاويه فاي. تعالوا نحسب الفولتج كده على الكويل اللي هو ال دي اي باي دي تي, يطلع لي ام اي التفاضل بتاع التيار عباره عن الكوساين اوميجا تي زائد فاي, التفاضل ما بداخل الداله ان انا بفاضل بالنسبه للتي يطلع لي اوميجا فاي. يطلع لي الكلام ده عباره عن ماجنتيود اللي هو بتاع التيار ام اي واوميجا ال, الكوساين دي ما هي الا ساين زائد 90 درجه, يعني شيفت بي جي بالنسبه لي. فبالتالي انا بتكلم عن ام اي اوميجا ال, الزاويه بتاعت الجي في الحاله ديت هي فاي زائد ايه؟ زائد 90. هي دي بالنسبه لي الزاويه الجديده اللي اسمها فاي. يعني التغير اللي حصل بالنسبه لي حصل في الماجنتيود وحصل في الانجل بيزد على الماجنتيود الضغط اوميجا ال, الانجل اللي بتطلع ايه 90 درجه. ده لو بصينا له على السيستم بتاع ده هو ده السيستم, هي دي الجي او اس بتاعتي. هي الجي او اس بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن الايه الاس اوميجا ال
او اللي هي في التايم دومين في الستيدي ستيت يعني تكافئ الجي اوميجا ال. هو ده اللي احنا عملناه هنا فعلا، ضربنا اوميجا ال في الماجنيتيود بتاع الانبوت وعملنا ايه في الانجل بتاعه الانبوت، زودنا عليها 90 درجه نتيجه الايه الجي، يعني فاي اوت دي هي فاي انبوت زائد 90، ده نتج من ايه من الجي. طب الماجنيتيود حصل فيه ضرب في اوميجا ال فبقى ام اوت هو اوميجا ال في الايه في الام اي، يعني التغير او الاوتبوت بتاعي ده هو الماجنيتيود الضرب في الماجنيتيود بتاع الفانكشن بتاعتي اللي هي كانت اس ال ديت اللي هي بالنسبه لنا اوميجا ال الماجنيتيود بتاعها في الستيدي ستيت، والانجل بتاعتي شفت بالزاويه بتاعت برضه الجيو بس. تاني احنا اللي حصل هنا ان الجيو اس دي اللي هي بتاعتنا كانت عباره عن ايه؟ عن اس ال، الاندكتور عباره عن اس ال تمام؟ لو انا جيت في الاندكتور دي وعوضت فيها شلت الاس وحطيت جي اوميجا يبقى انا عندي جي اوميجا ال. طب تعال نشوف ايه اللي حصل في الانبوت، الانبوت الماجنتيود بتاعه اتضرب في الماجنتيود بتاع الجي اوف اس بتاعتي يعني في السيستم اللي قدامنا ده. الكوين اللي قدامي دي الجي اوف اس بتاعتها بتساوي ايه؟ اس ال اللي هو البي اوف اس على الاي اوف اس عندنا بيساوي اس ال تمام؟ الجي اوف اس دي لو انا جيت عوضت فيها بجي اوميجا بقت ايه؟ جي اوميجا ال. الماجنتيود بتاع الجي الجي اوف جي اوميجا ده بيساوي ايه؟ بيساوي اوميجا ال. والانجل بتاعت الجي اوف جي اوميجا ديت هي 90 درجه صح؟ هو ده التغير اللي حصل هنا ولا لا؟ الاوتبوت بتاعي هو البي بيساوي الانبوت في الاوميجا يعني ضرب في ماجنتيود الجي لما عوضت فيها الاس بايه؟ بجي اوميجا. والانجل بتاعتي بقى شيفتد عن الانجل بتاعت الانبوت بالزاويه اللي عاملها اللي هي الجي اوف جي اوميجا اللي شلت فيها الاس وحطيتها في هو مبدئيا هو من وجهه نظر السيركتس هو هي دي الستيدي ستيت ايكوفالنت سيت صح؟ يعني المعادله دي دي معادله الدايناميك تمام؟ ال دي اي باي دي تي دي المعادله الدايناميك بتاعت الاندكتور. لكن في الستيدي ستيت الاندكتور دي عباره عن ايه؟ جي اوميجا يعني لما تيجي تعمل سيركت اناليسيس كده لما تعمل سيركت اناليسيس بنعوض الاندكتور بجي اوميجا ال ده بيزد على ايه؟ بيزد في الحقيقه على المعادله دي انه الفي بيساوي ال دي اي باي دي تي وان لو انا عرفت ال اي بتساوي اي ماكسيموم ساين اوميجا تي يبقى الفي هتساوي اوميجا ال اي ماكسيموم وساين اوميجا تي اللي هي بتتكافئ ان انا بتكلم هو نفس الكلام اللي هنا هو ان انا بتكلم على جي اوميجا ال اي ماكسيموم ساين اوميجا تي. هو احنا لما بنيجي نحل السي دي ستيت بنحل بيز على ايه؟ على الفيزورز تمام؟ يعني انا لما بقول ده الفيزور بتاع يعني الكوساين اولا احنا عارفين ان دي ساين بس اتجاه ساين اوميجا تي فده اتجاه الكوساين اوميجا تي احنا بنحل بيز ايه؟ على الفيزورز. فبيقول لي لو ده الفيزور بتاع التيار بتاعي اللي هو الماجنتيك بتاعه اي ماكسيموم وفي اتجاه ساين اوميجا تي فالفيزور بتاع البي بيقول لي هيبقى متعامد عليه وهيبقى قيمته بتساوي اوميجا ال من الاي ماكسيموم وفي اتجاه كوساين اوميجا تي صح؟ ده اتجاه الكوساين. ايه اتجاه الكوساين؟ ما هو اتجاه الساين مضروب في جي يعني الفيكتور بتاع التيار او الفيزو بتاع التيار اسف الفيزو بتاع التيار مضروب في جي ومضروب في ماجنتيود جديد في 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 فاكتور جديد اللي هو الاوميجا اوميجا ال يعني انا البي فين البي ماكسيموم بتاعها؟ فين الفي ماكسيموم بتاعتي هنا؟ الفي ماكسيموم هو اوميجا ال اي ماكسيموم. يبقى انا قيمه الفي كماجنتيود ضربتها فين؟ ضربتها في الاوميجا ال. وكاتجاه هو اتجاه التيار متعدل بايه؟ ب 90 درجه. اهو ده 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 من هنا من هنا جه ان احنا لما بنيجي في السيركت في السيركت اناليسيز بنحط الاندكتور بتساوي جي اوميجا ال جت من دي هي الاصل دي ده دي مساله دايناميك دي اللي هي تكافئ الاس دومين ان الفي اوف اس بتساوي ال اس اي اوف اس ده الدايناميك ايكويشن بتاع الترانزنس بتاعتها لكن لما اجي اعوض عنها اوصل ان انا في السيركت اشيل
الاندكتور وعوض عنها بجي اوميجا ال. ايه اللي خلاني عملت كده؟ ان انا اتكلم على الستيدي ستيت، المرحله في الستيدي ستيت، وكافئ انه مجرد انه الطياره تضرب في الامبليتيود والايه والانجل بتاعته تزيد عليها 90 درجه، يبقى ده الفولتج بتاعي. لكن اثناء الترانزنس الاصليه الداينامكس بتتحرك بيز على ان انا بفضل الطياره مع مين؟ مع الزمن. يعني لو الطياره ده متغير مش عند الستيدي ستيت، يبقى معايا الفولت هو كمان هيتغير بيز على ال دي اي باي باي دي تي. المثال ده طبعا مش معناه ان احنا انه ده ياكد الكلام ده، لكن ده مثال بيقول لي هو ان انا الفكره بتاعتي انه اللي انا عملته هنا كان انا جبت جي اوف اس عوضت في الاس بجي اوميجا، عشان كده جه موضوع ان هو ده الفريكوانسي ريسبونس وان هو السيم ستيت، والماجنيتيود بتاعي حصل له تشكيل بانه اتضرب في ماجنيتيود جي اوف جي اوميجا، والانجل بتاعتي اتعدلت بانه اتضاف عليها الانجل بتاع جي اوف جي اوميجا اللي هي ال 90 درجه. بس الكلام ده اثباته الاصلي اللي هو الكلام اللي انا بقوله ده، هو ده ان الماجنيتيود ام بيساوي ام اوت على ام اي، ده هو الماجنيتيود بتاع جي اوف جي اوميجا، وان الفاي اللي هو فرق الزوايا دي هي طلعت انها زاويه الايه جي. بس ده كاكزامبل يعني، لكن الاكشولي بقى الكلام ده ليه اثبات، اثباته هو الايه المعادله دي. بيقول انه احنا عايزين نثبت انه فعلا انه فرق الماجنيتيود بتاع الاوتو الانبوت الريشيو بتاعتهم لبعض هو الماجنيتيود بتاع الجي اوف جي اوميجا، تمام، وانه الفيز انجل هي الفرق ما بين الايه الانجل بتاعت الاوتبوت الانبوت هي الانجل بتاعت الجي لما عوض فيها الاس بي الجي اوميجا. فبيقول لي الكلام ده هنعمله ازاي؟ هقول ان انا عندي انبوت اكس اس عباره عن ام اي ساين اوميجا تي اللي هو يترافق في الاس دومين ام اي اوميجا على اس تربيع زائد ايه اوميجا تربيع، وان انا عندي جي اوف اس عباره عن زيروز خلينا نسميها على بعضها فيها زد اوف اس زد اس زائد زد واحد في اس زائد زد اثنين اند سو اون يعني على الايه البوزيشن، وبعدين اعمل فاكتورايزيشن او بارشال فراكشن للكلام دوت وقال سموه ايه؟ بارشال فراكشن ده؟ فالكلام دوت وايه اللي هو هيطلع اثنين بولز ريليتد للانبوت وبقيه البولز اللي هي ريليتد للايه؟ للسيستم. ها الكلام دوت لما اجي اوديه للدومين ده حتى لو كانت البي 1 البي 2 ده احنا بنتكلم على ان هم كومبلكس فاليوز انا هحطهم زي ما هم. يعني ده لما باجي اوديه للتايم دومين البي 1 دي كانت ريال او كومبلكس اقدر احطها على الفورم بتاع اي تو ذا باور ماينس اي البول دوت في الزمن. يبقى انا عندي اول كيس ديت اي في اي تو ذا باور ماينس جي اوميجا تي ده ناتج من ده وده بيطلع كونجكت دي طبعا احنا رياضيا عارفينها انه لو التو بولز دول كونجكت لبعض فبالتالي لو طلع ايه ده بيطلع ايه الكونجكت بتاعته ده الكلام ترجعوا للحاجات البولز بتاعت الابلس فده هيبقى ايه اي تو ذا باور ماينس جي اوميجا تي وده هيبقى ايه كونجكت اي تو ذا باور ماينس اي تو ذا باور جي اوميجا تي زائد بقيه البولز اللي جايه منين بقى؟ جايه من الجي اوف اس. كل البولز دي لو انا بتكلم على ستيبل سيستم الريال بارت بتاعها الاكسبوننشال بتاعه عند تي بتساوي انفينيتي يروح لايه؟ الريال بارت بتاعها نيجاتيف انا كده ستيبل سيستم، تمام؟ بمعنى انه المحصله بتاعت كل الاكسبوننشال دي التايم تي بيساوي انفينيتي عند الستيدي ستيت كل الترم دي هتنتهي بالنسبه لي. هتدق لي فقط ايه؟ الاكسبوننشال ده زي ما بقول لو ده كومبلكس هيبقى عباره عن اي تو ذا باور الجزء الريال تمام تي في الاي تو ذا باور الجزء الايه؟ الايماجينري. ايا كان بقى ان الايماجينري دي ممكن تجمع كوساينز وساينز مع بعضها وبتاع بس في الاخر الاكسبوننشال بتاع الجزء الريال ده هينهي لي على الايه؟ الموضوع لانه عند تي بتساوي انفينيتي هيكون راح للايه؟ للصفر تمام؟ فكل الترمز دي سواء كان حتى مش الاكسبوننشال فقط مش ان هو فقط يكونوا يعني سنجل بولز ممكن يبقوا كمان ان هم عباره عن ايه؟ مالتيبل بولز حتى لو مالتيبل بولز هتطلع تي تو ذا باور ان اي عدد المالتيبلكيشن يعني بتاعتي تي تو ذا باور ماينس بي جي يعني اقصد ان البول ده ممكن يكون مالتيبل كمان سكوير تو ذا باور 3 اوكي ايا كان دايما الريال بارت بتاعه هيقضي على الايه؟ الاكسبوننشال لانه الاكسبوننشال بتاع مجموع بيبقى الاكسبوننشال حاصل ايه الضرب اللي هو اي تو ذا باور ماينس الجزء الريال في اي تو ذا باور الجزء الايه الايماجن. فلما الريال ده يروح عند الزمن تي بيساوي انفينيتي ساعتها الايه الجزء الريال هينتهي ويتبقى لي
فقط في الريسبونس ده كله في الستيدي ستيت الاثنين دول فقط. تمام؟ واصله ولا في مشاكل عند الناس؟ مقتنعين؟ عشان بس ما نبنيش على حاجه. المعادله دي في النهايه فيها بولز ناتجه من الجي اوف اس وبولز ناتجه من الانبوت اللي انا مختاره ساينوسويدال. ساينوسويدال ليه؟ لان هو ده اللي اقدر اغير فيه الفريكونسي. تمام؟ المحصله بتاعتي بقول انه للستيبل سيستم اللي هي البولز دي انها ليها ريال بارت موجود على شويه من الايه الجي اوميجا اكسس. ايا كانت بقى هي كلها ريال هي كومبلكس تمام، بس المهم انها على شويه من الجي اوميجا اكسس ستيبل سيستم، او حتى لو هي دوبليكت او تريبل. تمام، دايما الجزء الريال بتاعها لوحده اللي هو موجود في النيجاتيف ده اي تو ذا باور ماينس اي حاجه تي عندي تي بتساوي انفينيتي هيبقى بتساوي ايه؟ صفر. فمحصله التيرمز دي كلها في الستيدي ستيت اكسبكتد انها تبقى بايه؟ بصفر. فيبقى لي فقط الريسبونس اللي ناتج من ايه؟ منه. تمام، وده نعم؟ هنشوفها لا نشوف دي بقى اثرها ازاي. لا ده جزء ايماجينري فقط. يعني اللي انا عايز افرق من بي واحد دي ماينس اي زائد جي بي. تمام؟ لما تيجي تقول اي ماينس بي واحد تي تمام؟ او هي ماينس مش هتبقى ماينس بي نفسها كبي بتساوي اي زائد جي بي، بس عشان احنا واخدينها ايه كده انا اصلا مش عارف يعني ده كده اعتبره بوزيتيف فاليوز بتاعتي. تمام؟ الكلام ده بالنسبه لي بقى بيساوي لان انا واخد النيجاتيف هنا اوريدي يعني. تمام؟ فهحط البي بالابسوليوت فاليو بتاعتها. يعني اما كنت قلت دي اي تو ذا باور بي واحد والبي واحد دي احطها بتساوي ماينس اي ماينس جي بي. يعني ماينس مره واحده بس. تمام؟ المحصله بتاعت دوت ايه؟ لو البي واحد نازل بالشكل ده يعني كاني بتكلم على اي تو ذا باور ماينس اي تي زائد اي تو ذا باور ماينس جي بي سوري بي اي تو ذا باور ماينس. الجزء الريال ده هو السبب ان ده يروح للانفينيتي، لكن الجزء الايماجن ده ليه سيجما. ده لما بيتجمعوا على بعض ممكن يبقوا ساين فانكشن او ساين فانكشن. ففي الحاله دي هنا الساين دول محققين الجزء بتاع الساين. مفيش اكسبوننشال ريال هو اللي يوديني لايه؟ هو السبب ان هو هو السبب انه ينهي على الجزئيه دي. يعني بمعنى تاني انه اوميجا تي تي انفينيتي اللي بتقول عليها دي في الاخر دي زاويه، اوميجا تي على بعضها دي زاويه، ساين 10000 هتبقى مالتيبلز من ال 180 او مالتيبلز من 90 او 60 في الاخر ليها قيمه. تمام؟ غير لكن الجزء الريال ده اللي هو ريال فاليو هنا ده عند تي بتساوي انفينيتي فعلا هيخلي الاي تو ذا باور ماينس كذا ده بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. وهو ده اللي احنا بقى بنثبته هنا زي ما بنقول ان انا عايزين نجيب الاي والاي كونجكت. بنجيبهم ازاي؟ احنا بنعوض عن الاس بتساوي لو انا بتكلم في الاولانيه هنا بعوض على الاس بتساوي ماينس جي اوميجا واشيل الاي الترم ده. انا هشيل هنا الترم اللي هنا ده وانا راح استوري الترم والاي دلوقتي ده زي ما بيحسب الاي هو هيشيل الاس زائد جي اوميجا من المعادله الاصليه بتاعتي اللي هي اللي هنا دي، شيل منها بس الاس بلس جي اوميجا ويعوض في الباقي كله باس بتساوي ماينس ايه؟ جي اوميجا. هو ده اللي حصل. من جي اوف اس جي اوف اس على اس ماينس جي اوميجا اللي هو الجزء المتبقي من الانبوت. من الجزء بتاع الانبوت الاوميجا ده من المعادله هنا. وبعوض عن اس بتساوي ايه؟ ماينس جي اوميجا. الاي كونجكت العكس ان انا شغال على الاس ماينس جي اوميجا فاللي اتدفع لي الاس زائد جي اوميجا وبعوض عن الاس بتساوي جي اوميجا. الكلام ده يكفي ايه؟ ان انا بتكلم على ام اي على ماينس 2 جي في الجي او ماينس جي اوميجا وعندنا بس في الاوميجا هنا الاوميجا راحت مع تعويض هنا عن الاس. يعني هنا اس ماينس جي اوميجا بقت ماينس 2 جي اوميجا والاوميجا تروح مع الاوميجا بقى لي هنا ماينس 2 جي. تمام؟ نفس الكلام للايه؟ للكونجيت اقدر اعمله بالشكل. ناس وصلها ولا ناس قافله من الاول مش ناويه تاخد قيمه؟ لو انتوا عايزين تجيبوا قيمه الايه اللي موجوده على اس زائد ماينس جي اوميجا دي بنجيبها ازاي؟
او على ايه على اس زائد جي اوميجا. انا عايز اجيب قيمه الايه ديت بروح اعوض فيه المعادله كلها متشال منها الترم اللي هو الاس زائد جي اوميجا. المعادله كلها بعضها عباره عن ايه؟ عباره عن ام اي اوميجا على اس تربيع زائد اوميجا تربيع دي بس هشيل منها الاس زائد جي اوميجا فتبقى لي اس ماينس جي اوميجا. وبقيه الترمز دي كلها في الحقيقه بدل ما اكتبهم كده اكتبهم جي وبس، هم في الاصل جي وبس. وبعوض هنا بكام بقى؟ بعوض هنا باس ماينس جي اوميجا. دي الطريقه اللي انا بجيب بيها الكوفيشن الموجود هنا تمام؟ والعكس صحيح لو بتكلم على اس زائد جي اوميجا سوري اس ماينس جي اوميجا اللي هو الاي كونتيوت على اس ماينس جي اوميجا انت هتبقى دي كده هتبقى الاس زائد جي اوميجا. نعم؟ نجيب لها المزق. تاني بقول ان الكوفيشن اللي عايز اجيبه على الاس زائد جي اوميجا ازاي؟ بعوض في الفانكشن نفسها بان انا اشيل بس الترم بتاع اس زائد جي اوميجا واعوض عن اس بتساوي ماينس جي اوميجا. فاللي باقي لي هنا هو عباره عن الام اي في الاوميجا على اس ماينس جي اوميجا. وبقيت الترم اللي هي زد واس على ما اعرفش الكلام ده كله اصلا في الاصل هما دي واس. فهو بيقول لي عشان تجيب الايه؟ عوض في الكلام دوت الاس بتساوي ماينس جي اوميجا. تمام؟ الجزء الثاني عشان اجيب الاي كونجكت اللي هي هي باي ديفولت اي كونجكت يعني بس الاي كونجكت عشان اجيبها المعادله الاصليه نفسها اللي هي ام اي في الاوميجا على بشيل اس ماينس جي اوميجا اس زائد جي اوميجا والجي او اس تنزل زي ما هي بس اعوض هنا بالاس اللي تساوي جي اوميجا. تمام هو ده اللي بيقول لي انه الناتج بتاعهم هما الاثنين اللي قدامنا هنا ام اي على ماينس 2 جي في جي اوف ماينس جي اوميجا ام اي على 2 جي في جي اوف جي اوميجا. جي اوف جي اوميجا يعني معناها ان ليها ماجنتيود جي اوف جي اوميجا اي تو ذا باور جي الانجل بتاعها. تمام؟ اللي هي ماجنتيود وانجل. جي اوف ماينس جي اوميجا الفرق بتاعها ان الانجل بتاعتها بالسالب. يعني ماجنتيود والانجل ماينس ايه؟ ماينس. ده محصلة الكلام ده ان الواي ستيدي ستيت اللي باقيه لي هي اي تو ذا باور ماينس جي اوميجا تي زائد اي كونجكت في اي تو ذا باور جي اوميجا تي. هعوض بقى بالكلام اللي انا جبته ماجنتيود و والاي تو ذا ماينس جي فاي اللي هي بتعبر لي عن الانجل وهي بتعبر عن ماجنتيود واي تو ذا جي فاي اللي هي الانجل بتاع جي اوف جي اوميجا. لو جمعنا الحاجات دي مع بعضها الاقي اللي بتكلم على ام اي ماجنتيود جي اوف جي اوميجا واحد على 2 جي اي تو ذا جي اوميجا تي زائد فاي ماينس اي تو ذا ماينس جي اوميجا تي زائد فاي اللي هي المحصله بتاعت الكلام ده على بعضه كده اللي هو الجرافيك ساين اوميجا تي زائد فاي. بطلع لي ام اوت عباره عن ايه؟ عباره عن ام اي جي في ماجنتيود جي وجي اوميجا وطلع لي الساين شيفت بانجل ايه؟ فاي. يبقى الفرق في الزاويه ما بين الانبوت والاوتبوت كان هي الانجل دي الفاي اللي هي مين بقى الفاي دي؟ الفاي دي هي الحقيقه الانجل بتاعت الجي اوف جي. الصفحه دي فيها تعديل اللي عندي. الصفحه دي فيها تعديل عن اللي عندي. ودي كانت مكتوبه مرتين انا هنا كاتب دي ام او بتساوي ام اي جي اوف جي اوميجا لما بتقول جي اوف جي اوميجا ده معناه ان الام اللي هي ام اوت على ام ان هي عباره عن ماجنتيود جي اوف جي اوميجا. تمام؟ وان الفاي اللي احنا بنتكلم عليها دي فاي نوت او فاي اوت ماينس فاي انبوت الفاي ايجو اصلا احنا بادئين بيه بزيرو، احنا كنا واخدين ساين اوميجا تي. لو كنا عملنا نفس الكلام ده بس بادئين بحاجه اسمها ساين اوميجا تي زائد فاي انبوت كان نقدر هيطلع نفس الناتج يعني، بس كان احنا هنا في البدايه بادئين المعادلات بتاعتنا فاي انبوت بتساوي صفر، فعشان كده طلع انه الفاي اوتبوت زاويتها فاي هي دي الديفرنس اللي احنا بنتكلم عنها. بريفير للصفر بدل ما بريفير لزاويه. يعني اقصد انه هنا لو كنا ابتدينا ب الساين اوميجا تي ساين اوميجا تي زائد فاي كان ينفع اشتغل بيها برضه وكانت هتبقى دي الفاي انيشال بتاعتي والفاي اوت هيطلع قيمه الزاويه بتاعت الجي او جي اوميجا مجموعه على الزاويه بتاعت الايجو.
الارقام يمكن تكون ايه اوضح. لو جي او جي اوميجا عندي بتساوي كي على جي اوميجا سي زائد واحد يعني معناها ان الماجنيتيود بتاعي بتاع الجي او جي اوميجا بتساوي كي على جذر اوميجا تي تربيع زائد واحد، والانجل بتاع الجي او جي اوميجا بالكلام ده بيساوي ماينس تان وان تان ماينس وان دي الماجنري على الريال اللي هو اوميجا تي على واحد. يبقى لو كان الاكس تي بتاعتي بتساوي ام اي ساين اوميجا تي، الواي سيري سيتا اوت بتاعي هيساوي الام اي في الماجنيتيود بتاع الجي اوف جي اوميجا وساين اوميجا تي ماينس 10 ماينس 1 اوميجا تي اللي هي التايم كونستنت بتاع المعادله. يعني معناها انه حصل شيفت من الاوت بالزاويه قيمتها 10 ماينس 1 اوميجا اي اوميجا تي. تاني من اول سلايد دي اللي بنتكلم فيه هو ان انا بثبت انه الماجنتيود بتاع الاوت هو الماجنتيود بتاع الانبوت مضروب في ماجنتيود جي لما اس تبقى بتساوي جي اوميجا، وان الزاويه بتاعت الاوت بتساوي الزاويه بتاعت الانبوت زائد الزاويه بتاعت جي اوف جي اوف جي اوميجا سوري ناقص الزاويه بتاعت دي ال لا صح زائد الاوتبوت بتساوي بتاعت الانبوت زائد الايه؟ الجي اوف جي اوميجا. يعني الجي اوف جي اوميجا هو الديفرنس ما بين الاوتبوت والايه؟ عملنا الكلام ده ازاي؟ عملناه من خلال ساين فانكشن كانبوت، ساين فانكشن دي الاوميجا هي الفريكونسي بتاعتها على الاس دومين، ضربنا الكلام ده في الجي اوف اس عشان اجيب ما يسمى بالواي اوف اس، وبعدين عملنا له فاكتورايزيشن وبارشال فراكشن فطلعنا الروتس فيها روتس ايماجينري وفي روتس ميكس من ايماجينري وريال، وبقول انه في الستيبل سيستم الروتس اللي فيها ريال بارت موجود على الليفت هاند سايد، ده معناه كل الجزء ده عن تي بتساوي انفينيتي اللي هو ستيدي ستيت هيروح للصفر، فيتبقى لي فقط التو تيرمز دول. رحت جبت الكوفيشنز بتوع التو تيرمز دول قيمتهم كام اللي هو الاي والاي كونجكت، واثبتنا انه الاي هتساوي الماجنتيود بتاع الانبوت على ماينس 10 جي في جي اوف ماينس جي اوميجا، الاي كونجكت ماجنتيود ام اي على 10 جي جي او جي اوميجا. ممكن تكون البول ايماجينري ممكن تكون البول ستيبل سيستم. لو في الستيبل سيستم انت لازم تكون عندك البولز بتاعتك ريال سوري على الليفت هاند سايد، يعني ليها جزء ريال وليها جزء ايه، ممكن تبقى ريال فقط وممكن تبقى كومبلكس، لكن ما ينفعش انها تبقى ايماجينري او ان الريال بتاعها يكون بص. تمام. وتوضيب المعادلتين دول او ان احنا نحولهم للبولر فورم بتاعهم يعني ان هو ماجنتيود وانجل، وبعدين عوضت بيهم في الواي ستيدي ستيت. تمام. يطلع لي المحصله بتاعتي في النهايه ان الواي ستيدي ستيت هي كماجنتيود هي الانبوت ماجنتيود في ماجنتيود الجي اوف جي اوميجا، وانه الانجل بتاعت الاوتبوت شيفتد عن الانجل بتاعت الانبوت بزاويه الجي اوف جي اوميجا. فده اثبت لي انه بتكلم على ستيدي ستيت، ان الفريكونسي ريسبونس بتكلم على ستيدي ستيت، وان فريكونسي ريسبونس معناه ان بابلاي انبوت غير الفريكونسي بتغير الفريكونسي بتاعته، يعني انا لو غيرت الفريكونسي بتاعتي الاوميجا الماجنتيود بتاع الاوتبوت هيتغير، لان الماجنتيود بتاع الاوتبوت هو ماجنتيود الانبوت في قيمه الجي اوف جي اوميجا، يبقى كل ما اغير الاوميجا الماجنتيود بتاع الجي اوف جي اوميجا هيتغير، وبالتالي قيمه الايه؟ قيمه الماجنتيود بتاع الاوتبوت الانجل كمان بتاع الاوتبوت بتتغير اللي هي الفاي معتمده فقط برضو على الايه؟ الفريكونسي، لان هي الانجل بتاع جي اوف جي اوميجا، فتغير الجي اوميجا معناه تغير الانجل بتاعه. اللي هو المثال هنا بيقول كده، بيقول ان الانجل معتمد على الاوميجا، الماجنتيود معتمد على الاوميجا، فبالتالي الواي ستيدي ستيت اكسبكتد انه كماجنتيود وانجل بيتغيروا مع تغير الفريكونسي بتاعت الايه؟ هو ده الاكسبيرمنتال موديل بتاعي، ان انا اغير الفريكونسي بتاع الاكس اوف اس واشوف شكل الاوتبوت بتاعي كماجنتيود وايه؟ وانجل. وهو ده الرسمه بتاعته، هي الرسمه بتاعت اللي البود بلوت اللي احنا من خلاله المحاضره الجايه ان شاء الله هنستنتج اللي احنا عايزين نستنتجه. تمام. المحاضره اللي احنا بنتكلم عليها هنا لا ما خلصناش لسه، المحاضره اللي بنتكلم عليها هنا دي كلها انترودكشن لتمهيد للي احنا ايه عايزينه، دي ما هي لا تمهيد للي احنا عايزينه. طيب انتوا يعني بس واحده من الادفانتشز بتاعتها مش عارف انتوا تعرفوا اصلا السيمي لوك بيبر
سيرفيس سيمينوف. يعني مش هينفع تخرجوا كمهندسين من غير ما تعرف يعني ايه سيمينوف بيبر بغض النظر هتستخدمها ولا لا. انا اتكلم عليها اللي هي البيبر اللي هي بيبقى فيها واحد من الاكسس بتاعها معمول على لوجاريتميك سكيل والاكسس الواي بتاعها معمول على لينير سكيل عادي. تمام. فدي واحده من الحاجات اللي انت الناس بتشتغل على فلترز بتستخدمها. اي فريكوانسي ريسبونس. فريكوانسي ريسبونس دي كلمه بيتكلم فيها في السيركتس وكان فيها في الالكترونكس وكان فيها في الكنترول. تمام. فالمحاضره دي حتى لو ما اخلطوش بينها غير ان انت تعرفوا السيمي لو بي اور ذس ريبريزنت سيستم كفريكوانسي ريسبونس عليها في حد ذاته ده ادفانتج. تمام. ما تزموش الموضوع. وزي ما قلت زمانكم بنتكلم معايا هنا اعتبرها حاجه بوزيتيف ان انت يعني انت مش حلو شيت مش انا عارف ان دي اخر محاضرات المسائل هتبقى زي المحاضره فممكن تبقى حاجه بس بالعكس الناس بتحل المسائل ديت ستريت فورورد لان المساله بتبقى مور اور ليس يعني على قد الايه اللي خدناه في المحاضره يعني. ساعات بتبقى بوزيتيف ليكوا في الامتحان ساعات يعني مش دايما بتبقى بوزيتيف في الامتحان وبتبقى ساعات. طيب احنا قلنا ان في ثلاث انواع. النوع منهم اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو بيرسم 20 لوج الماجنتيود وبرده ليه هنقول ليه هو راح للوجاريتم لوجاريتميك سكيل. بس اللي انا عايز اقوله ان 20 لوج دي حاجه احنا بنعملها بنفسنا. انا اللي باخد اللوج بتاع الماجنتيود تمام واضربه ب 20 عشان التعريف بتاع الديسيبل. لكن مش هو ده السكيل ده بتاع الواي في الحقيقه. هو سكيل عادي هنشوف البيبر دلوقتي. هو سكيل لينير عادي اللي متقسم كسكيل على لوج سكيل ده الاوميجا ده اللي هو الاكس اكسس بقى. ليه؟ عشان يقدر يعبر عن رينج كبير قوي من الفريكونسيز في سايز صغير. لو حطيناه على اللينير رينج مش هنقدر نعبطه. بيكمبريس لي الفريم بتاعه. فبنمثل الماجنتيود والانجل وعندنا رول زي ما اتكلم عليها المره الجايه ان من خلال الماجنتيود والانجل ده نربط الكلام دوت بقى بالايه بالستابيليتي بتاعت السيستم او بالبارامترز ممكن نكون محتاجينها زي الكي سيتلنج او الايه او الاوفر شوت والكلام ده. البولر اللي هو النايكوست او النيكوست زي ما الناس بتنطقه يعني ده بيعبر عن الجزء الايماجينري والريل بتاع الجي او جي اوميجا ان بولر فورم يعني انجل وماجنتيود. وفي النيوكلس ده برضه بيرسم 20 لوج الماجنتيود اجينست برضه الزاويه. فاحنا في الحاله بتاعتنا احنا بنمثل الماجنتيود لوحده اجينست الاوميجا والزاويه لوحدها اجينست الايه؟ الاوميجا. نروح بقى للايه؟ نجهز للشغل بتاعنا. تمام؟ اللي هو ايه بقى بيقول ايه؟ ان احنا عندنا الجي اوف اس الجي اوف اس بتساوي حاجه من الفورمز دي ان كي جين اس زائد زد واحد اس زائد زد اثنين ايا كان الزيروز بتاعتي. الصوت يا شباب على عندي عدد من الانتجريتورز ام انتجريتور في بولز ممكن تكون ريال في بولز ممكن تكون سكند اوردر كومبلكس او ريال مش فارقه معانا. لكن المهم انه دي الفورمز اللي ممكن تظهر عندنا. طبعا ممكن الاس دي تبقى فوق بقى عندي ديفرنشيتورز في الزيروز يعني وممكن يبقى عندي زيروز برضه كومبلكس ايا كان هنعمل ايه. اللي احنا عايزين نعمله احنا هناخد الجي اوف اس دي نعوض بيها في جي اوف جي اوميجا. تمام. وعايز ارسم الماجنتيود بتاعهم اجينست الاوميجا والانجل بتاعتهم اجينست الايه؟ الاوميجا. عشان نعمل الكلام ده بيقول احنا بنحتاج نحط المعادلات بتاعت الصوت يا شباب محتاجين نحط المعادلات بتاعت مع الفورم ده اللي هو ايه؟ ان انا باخد اي زيروز كومن فاكتور باخد اي بولز كومن فاكتور وفي السكند اوردر سيستم باخد الاوميجا ان كومن سكند اوردر بولز يعني باخد الايه الاوميجا ان تربيع كومن بالشكل اللي قدامنا ده. نقدر نقول ان انا عندي جين قيمته الجين بتاع السيستم في الزيروز مقسوم على البولز مضروب في اوميجا ان. طبعا لو عندي اوميجا ان واحد عندي بولز ثانيه اوميجا ان اثنين وهكذا هتاخدوا برضه كلهم ايه؟ كومن. وليه عملنا كده؟ هنشوف دلوقتي انه لو خدت 20 لوج الماجنتيود بتاع الكلام ده. الماجنتيود بتاع الكلام ده بيساوي ايه؟ بيساوي الماجنتيود بتاع الجزء ده في الماجنتيود ده في الماجنتيود بتاع ده مقسوم على الماجنتيود بتاع ده الماجنتيود بتاع ده في الماجنتيود بتاع ده وهكذا. تمام؟ كده بعد عمليه برودكت ديفيجن. ال 20 اللوج بتعمل ايه؟ اللوج بتخلي الديفيجن والمالتيبليكيشن دول يتقسموا لي او يتحولوا لي اديشن وسبتراكشن. تمام؟ فدي الميزه بتاعته ان انا لما احولها للاديشن والسبتراكشن واجي ارسمها هيبقى اقدر ارسم كل واحده على حده وابتدي اجمع الحاجات دي مع بعضها او اطرحها ايه من بعض.
لكن الثانيه كنت محتاج ان انا احسبها بقى كماجنيتيودز كل واحده لوحدها واضربهم وبعدين اقسمهم وبعدين اخد الكلام ده اروح ارسمه. ده الاصل تمام. بس لو انا رسمته على اللوج زي ما قلنا او خدنا الكلام ده كلوج معناه ان انا حولت العمليه لعمليه اديشن وايه وسبتراكت. فابتدى يبقى زي عندي 20 لوج كونستانت اللي هو كي زد 1 زد 2 على بي 1 بي 2 اوميجا ان سكوير وهكذا زائد 20 لوج بتاع الحاجات بتاعت الزيروز ناقص الحاجات بتاعت ال 20 لوج الحاجات بتاعت ال 20. احنا الاصل احنا عايزين اللوج وال 20 بتتضرب لان في ديفينيشن للديسيبل اللي هو بيبقى 20 لوج الايه؟ الماجنتيود اللي هو اللوج ده اساسا 10 اه بالظبط تمام؟ ليه؟ طيب الفيز انجل هي الزوايا بتاعت الزيروز مطروح منها الزوايا بتاعت الايه؟ البوتس. فالانجل باي ديفولت هي عباره عن اديشن وسبتراكشن مش محتاج مني حاجه. فانا برضو اقدر ارسم كل واحد على حده طبعا مفيش انجل للكونستنت ما اقدر ارسم او اعرف كل واحد على حده اجينست الفريكونسي التغير بتاع الفريكونسي وبعدين اجمعهم او اطرحهم من بعض. والزاويه طبعا بتاعت اللي هي الاس تو ذا باور ام دي اللي كانت جي اوميجا تو ذا باور ام هي عباره عن ام مره من الايه؟ من ال 90 درجه. دي ثمره اللي احنا قلناها. ثمره ايه هي بقى؟ انها دلوقتي الجي اوف جي اوميجا بتساوي 1 زائد جي اوميجا على ايه؟ اللي هي 0 عن اس بيساوي ماينس ايه؟ اقدر احوله للوج بتاعه كمان ميتود اللي هو 20 لوج جي اوف جي اوميجا يعني 20 لوج جذر 1 زائد اوميجا على ايه؟ كل تربيع. الانجل بتاعتي بتساوي الايماجنال على الريال تان ماينس 1 اوميجا على ايه على 1 اللي هي تان ماينس 1 اوميجا على ايه. لو انا جيت عوضت بقيم معينه القيم دي احنا مختارينها لسبب معين هنقول عليه دلوقتي اللي هو ان انا هشتغل على اسيمبتوتيك ابروكسيميشن ليها يعني هشتغل على دليل لشكل الكيرف بدل ما هشتغل على الاصل بتاعي في الحقيقه طبعا ان انا اعوض في المعادله دي بديفرنت فاليوز ان اوميجا اوميجا 0.1 ايه 10 مرات الايه الايه ده الزيرو بتاعي اللوكيشن بتاع الزيرو بتاعي 100 مره من الايه وهكذا وكل ان بتوين كمان ممكن تكون في قيم ثانيه اعوض بيها وده المفروض ان ايه يديني الماجنتيود كاكشوال فاليو. لكن الحل البديل بتاعه اللي هو الاسيمبتوتيك ده اللي احنا راسمينه انه بيقول لي خليني مثلا قبل ما اروح النقطه دي خليني اقلب اوديكم للسيمي لوج بيبر ديت. السيمي لوج سكيل ده بيقول لي ايه زي ما بيقول انه سيمي ليه لان هو نص السكيل اللي هو الاكس عباره عن السكيل بتاع الاكس عباره عن لوج سكيل بمعنى ايه؟ بمعنى ان دي لوج 2 دي لوج 3 دي لوج 4 دي لوج 5 فالسكيل بيضيق كل ما لغايه ما اوصل دي ال 10 وبعدين يعيد الكلام ده ال 20 دي لوج 2 بالنسبه لده لوج 3 4 فمقسوم على اللوج سكيل هنا اهوت على الايه؟ على الاكس. زي ما انتم شايفين الرينج ما بين الواحد والاثنين او المسافه بين الواحد والاثنين مختلفه عن 2 ل 3 مختلفه عن 3 ل 4 ده عمل ايه؟ عمل كومبريس للسكيل بتاعي. فقادر امثل لغايه في كام هنا بقى على 100,000 مليون على حسب انا بادي من فين هنا تمام؟ بس اللوج سكيل طبعا العيب الوحيد اللي فيه ان انا ما اقدرش اعبر عن الزيرو. لوج زيرو اندفايند تمام؟ فالبدايه بتاعتي لازم هتبقى يا واحد يا بوينت واحد ممكن يكون بالايه؟ بوينت واحد بوينت او واحد لكن ما اقدرش اعبر عن الفريكونسي لكن قادر يكمبريس زي ما انتم شايفين السكيل. فدي كده دي بنسميها ديكيد. الديكيد اللي هي 10 مرات الايه؟ الحجم تمام؟ فدي كده ديكيد اللي هي من اول الواحد لغايه ال 10 يعني بس الورق نفسه لما تيجي تشتروها تلاقوا هي في كورسات باع كده بتاعت سيمي لوج هتلاقي الورقه متقسمه بالشكل ده. دي ديكيد دي ديكيد الثانيه معلمه فوق دي العدله بتاعتها بس عشان ساعات في ناس بتقرا بالعكس وكده يعني تمام؟ فدي العدله بتاعتها اللي احنا فوق اللي عليها الارقام دي كده الديكيد بتاعتي دي الثانيه الثالثه الرابعه واحنا علينا طبعا ان احنا وانا بنحل المساله بتاعتنا نبقى عارفين الرينج بتاعنا قد ايه يعني لما اجي اختار البدايه بتاعتي تبقى منطقيه بالنسبه ان انا اقدر اعبر عن ايه؟ الرسم تمام؟ نرجع بقى لتوقيع الكلام ده.
لا في الامتحان اجيب لك ورقه زي دي، حاجات بسيطه جدا اللي انت بتقول عليها دي، حاجات ما تشغلش بالك بيها خالص يعني، احنا متكفلين بيها يعني. خلاص احنا يعني في غضون ثلث ساعه بالظبط ممكن. خد يا شباب الموضوع بالنسبه لنا ان انا بمثل الكلام بتاعي اسيمبتوتيكلي، يعني بمعنى ان انا عايز الدليل بس بتاعي هشتغل بيه ازاي، مش همشي اكشولي بالظبط. فده معناه ايه؟ معناه ان انا بتكلم على 10 على القيمه نفسها بتاعت الاي و10 مرات من الاي وهكذا، عشان اقول ايه؟ عشان اجيب السلوب بتاعي. يعني هو هنا بيعتبر كل القيم الاوميجا فيها صغيره اللي هي اب تو اوميجا بتساوي ايه؟ القيم كلها دي بص في الماجنتيود ده الاوميجا بتاعتي صغيره بالنسبه للاي، فبالتالي اعتبر ان جذر واحد يعني 20 برضو واحد، يعني بتكلم على اللي زيرو. طيب وبعدين لو انا بقى بتكلم عن اوميجا بتساوي 10 ايه؟ يبقى دي هتبقى 10 زائد 1 اللي هي اولموست اعتبرها 10، وبتكلم على جذر 10 تربيع اللي هي لوج 10 ب 1 فبتكلم على 20. طب لو 100 ايه؟ لو 100 ايه برضو اذا بتكلم على 100 تربيع اكبر بكتير من الواحد، يعني بتكلم على جذر 100 تربيع بتكلم على 40. يعني لما بغير 10 مرات هنا بغير 20 في الايه؟ في الماجنتيود. فده يديني السلوب بتاع اللاين، كل ما غير بكيت او وقعت هنا ايه؟ وقعت بوينت واحد ايه؟ الاي ب 10 ايه؟ تمام؟ فبالتالي انا بتكلم على انه من الاي اب تو ال 10 ايه؟ زدت 20 في الماجنتيود، من ال 10 ايه لل 20 ايه؟ زدت 20 كمان، يبقى السلوب بتاع اللاين ده بتاعي 20 ديسيبل بير ايه؟ بير ديكيت. تمام؟ يبقى زيرو بالشكل ده لما اجي امثل الماجنتيود بتاعه من اول ايا كان انا جاي منين من البدايه بتاعتي اب تو اللوكيشن بتاع الزيرو اللي هو على فكره مش لازم يكون واحد او 10، يعني ممكن يبقى 2 3 4، يبقى توقيعه في الورقه هيبقى عند الاثنين، ده البوزيشن بتاع الاثنين، ده البوزيشن بتاع 3 4، ده البوزيشن هنا كام؟ لو دي ال 10 ده البوزيشن 20 تمام؟ وده يبقى 30، لو دي هتبقى دي ال 100 يبقى ده ال 200 وهكذا. فانا بقول لا يعني مش لازم اكون على راس الايه؟ الديكيت، انا بتكلم على اي قيمه ايا كان الزيرو موجود فيها اقدر اوقعها عندي. طب بالنسبه للانجل بقى، بالنسبه للانجل انا ما اقدرش اعبر عنها فقط بالزيرو والمضاعفات ال 10 منها، لا انا محتاج اقل من كده اللي هو 0.1 من الزيرو، لو الفريكونسي بتاعتي 0.1 من الزيرو طبعا ده التعويض المباشر في التام ماينس 1، لما الانجل بتاع الاوميجا بتاعتي تبقى 0.1 اي يعني معناها التام ماينس 1 قيمه صغيره الزاويه بتاعتي بايه؟ بصفر. لكن عند الاوميجا بتساوي الايه؟ ما اقدرش اعمل زي الماجنتيود لانه ساعتها التام ماينس 1 واحد ليها قيمه كبيره اللي هي 5 ايه؟ 45. تمام؟ احنا ليه هناك كده خدنا الاي كانت هي الريفر بتاعي لو انت شفت التوقيع هنا مش فارقه معايا ان انت تحط ال 0.1 ايه على ال، بس هو عشان احنا طبعا لازم نرسم الاثنين على نفس الاكس سكيل مع بعض، يعني اقصد انه بدايتي هنا اهو هتبقى 1 2 سوري 1 10 100 كذا، فبالتالي التوقيع بتاعي هيبقى ايه؟ متساوي سواء فوق او تحت. لكن اقصد انه ما كانش يهمني المعلومات اللي في النص هنا، لانه ايا كان اللي انا جاي بيه لغايه الاي عند الايه بتكلم على جذر 2، لوج جذر 2 في ال 20 اصلا بتطلع اكشولي 3 فبيعتبرها ايه؟ زيرو. لكن ال 10 ماينس 1 عند الايه بتدي 45، ما كانش ينفع ان انا اتكلم عليها ان هي اقربها لايه؟ لزيرو. طبعا عندي لما احطها 10 مكان 10 ماينس 1 ال 10 اولموست 90، 10 ماينس 1 ال 100 ايا كان بقى القيم اللي جايه كلها ايه؟ 90. يعني لغايه البوينت 1 اعتبر الزاويه بزيرو، من البوينت 1 للاي زاد 90 درجه، من الاي سوري من البوينت 1 للاي 45 درجه اسف، من الاي لل 10 اي بقى 90، يعني السلوب بتاعي 45 هنا
0.1 45. ال A 90 يعني لما اتنقلت من هنا لهنا زدت 45 درجة. لما اتنقلت من ال A من ال A لل 10 A زدت كمان 45 درجة. تمام؟ وبعد كده بعد ال 10 A اعتبر ان الانجل بتاعتي ثابتة عند ال A 90. تم ماينس 1 قيمة كبيرة ايا كانت بقى القيمة الكبيرة ديت الزاوية بتاعتي ايه؟ تقريبا 90. فده شكل الـ الريبريزنتيشن بتاع زيرو بالشكل ده من وجهة نظر الانجل. انها صفر لغايه البوينت 1 اي الاصل بتاعها ما هياش صفر، الاصل ليها قيم، لكن لغايه البوينت 1 اي بعتبرها صفر. من بوينت 1 اي لغايه ال 10 اي الميل بتاعي 45 درجه برديكيد. تمام؟ 45 درجه و90 دول انا بقسمهم على الواي، وبعد كده بثبت الايه؟ القيمه. الابروكسيميشن دي بتفترضها على اساس ان احنا بنقول ان الابروكسيميشن ده اقرب ما يكون للاكشن. انت عايز الاصل انا بقول لك ان بتشتغل اكشن، انت لو شغال سوفت وير سيميوليشن هتشتغل على الاكشن، مفيش ما يدعو ان احنا زي ما عملنا في روت لوكس. الروت لوكس في الاخر ده سكتش بيعبر لي عن اللي كان، لكن قد ايه هو الدقه بتاعته؟ الدقه بتاعته ان انا اعوض في المعادله دي الحقيقه. تمام؟ يعني انت في الاصل عوض في المعادله دي واجمع بوينت باي بوينت كل الزيروز والايه؟ واطرح منها كل البولز في اللوكس. ده الاصل بتاعه. اهو ايا كان، بص الزاويه اصلا انت بتتكلم فين بقى؟ ما بين هنا وهنا هتلاقي قيمه تمشي يعني متماشيه مع القيمه اللي هو في اللاين ده. يعني انت بتتكلم على ايه؟ على البوينت 1 ايه ديت والايه هنا، صح؟ انا عايز حاجه في النص، بوينت 2 ايه، بوينت 3 ايه، هتلاقيها لما تاخد القيمه مع اللاين ده هتلاقيها متناسبه مع الايه؟ مع الكلام. يعني تلاقي انه 45 لو حاجه في النص ما بين اللي هي 0.5 اي مثلا ديت، هلاقي حاجه اولموست 22 22 ونص 23، حاجه تبقى ايه؟ اراوند السنتر اللي هو اللي جاي فعلا بالميل بتاع الفونت. ده اسمبتوتيك ريبريزنتيشن، مش هو فعلا الاكشوال. مش هو الاكشوال، الاكشوال ممكن نعمله بسيميوليشن بروجرام، لكن ده كافي ان يديني انفورميشن كفايه عن السيستم بالايه؟ بالرسم. طيب لو عايزين نعمل الكلام ده بس للبولز، انا برضو هنا في تغيير ان انا الرسمه كان مكتوب عليها ايه؟ نخليها كلها بي، بافتراض ان احنا افترضنا ان البول اسمه بي. واظن هنا كمان في الفرق في البول ان انا بتكلم على ان الماجنتيود عباره عن ماينس 20 لوج جذر 1 زائد. ليه ماينس؟ لانه كان مقسوم عليه. تمام؟ فبتلاقي ماينس، والانجل نفس الكلام ماينس لانه البول اصلا موجود في الايه؟ في الدينومينيتور. فالاكسبكتيشن بتاعتي مجرد التعويض ان الانجل زي هي، لكن الاسلوب اتعكس. انا بمثل البول بمثله في من ايا كان انا جايب الفريكونسي اب تو البول بتاعي اللي هو البي بصفر، بعد كده بخط الميل بتاعه بيساوي ناقص 20 ديسبل بير ايه؟ بير ديكيد. بالنسبه لي الانجل بتبقى لغايه بوينت 1 من اللوكيشن بتاع البول بصفر، ميل ب 45 ما بين البوينت 1 لغايه ال 10 بي، وبعد كده يثبت على الايه؟ ال 90. يبقى عرفنا ازاي نمثل الزيرو وازاي نمثل الايه؟ البول اسمبتوتيك. الجيوب اس بتساوي اس تو ذا باور ام، عوض كاب جي بجي اوميجا اختبار ام، خد اللوج بتاع الماجنتيود يطلع 20 ام، هي طبعا اوميجا اختبار ام، فتبقى بعد اللوج بيطلع الام بره، يبقى 20 ام لوج اوميجا، والفاي بتاعتي هي جي تو ذا باور ام، يبقى 90 يا 180 يا 270، فهي ام من الايه؟ من ال 90. ايه الكلام دوت اللي هو ايه؟ انه عند الاوميجا بتساوي واحد، هنا مش عند اللوكيشن بتاع زيرو، الزيرو اصلا عند الصفر، صح؟ بنتكلم على اس تو ذا باور ام، ده زيرو، زيرو عند اس بتساوي صفر مكرر كذا مره، تمام؟ فالاصل الزيرو عند الصفر. الريبريزنتيشن بتاعتي عند الاوميجا بتساوي واحد والاوميجا بتساوي 10، تقول لي اني بتكلم على صفر و20 ام. خلينا نقول الام دي بواحد مبدئيا، تمام؟ ام بواحد يعني عند صفر وحيد فقط، عند اس بتساوي زيرو، معناه انه عند الاوميجا بتساوي واحد لما اعوض في المعادله بتاعتي تديني صفر، عند الاوميجا بتساوي 10 تديني 20. يبقى هو لاين
بيعدي بالواحد والميل بتاعه 20 ديسيمال برد كيلو. طب لو كانت الام دي باتنين فبيقول ان الميل بتاعه على حسب المعادله هنا هيبقى 20 في 2 ل 40، يبقى الميل بتاعه كان هيبقى 40 ديسيبل برد كيلو. لو اس تو ذا باور 3 يبقى المتوقع ان الميل بتاعي 60 ديسيبل برد كيلو. تاني الماجنتيود ده، الماجنتيود ده عايز ارسمه، عايز اوقعه، تمام؟ هختار قيمه اوقع بيها اللي هي الاوميجا بواحد، اوميجا ب 10، اوميجا ب 100 وهكذا، تمام؟ الاوميجا بواحد تديني ايه؟ صفر. يبقى اللاين ده بيعدي عند اوميجا بواحد بالصفر، تمام؟ بالاكس اكسس يعني. طيب وبعدين عايز ارسمه كلاين، ارسمه ازاي؟ فبيقول لي عوض كده ب 10، 10 يبقى معناها انك تطلع لك ايه؟ 20 ام، تمام؟ خلينا نقول الام دي زي ما هو واحد، يعني كان عندي اس واحده فقط. يبقى لما كان عند ال 10 هيطلع 20، عند ال 100 40. يبقى الميل بتاع الخط بتاعي هو 20 ديسيبل بير ايه؟ برد كيلو. طب لو كانت الام دي بقى باتنين، كان عند ال 10 هيطلع 20 في 2 40. يبقى لما اتنقل من الواحد ل 10 غير 40 ديسيبل. ولو كانت 100 كانت هتبقى 20 في 2 في 2 اللي هي بتاعت ال 100. تمام؟ فهيبقى كان معاها 80، يبقى واضح ان هو بيغير كل ديكيد 40 ديسيبل. تمام؟ فكان هيبقى اللاين الميل بتاعه 40. الملخص بتاعها ان الميل بتاع اللاين بيرد كيد هو 20 ام على حسب الام بتاعه. ام لو ب 3 هيبقى 60، كل ما يغير كده هيغير 60، فيبقى السلوب بتاعي 60 ديسيبل بيرد كيد. لو الام دي ب 4 يبقى بتكلم على 80 ديسيبل بيرد كيد وهكذا. تمام؟ طب والانجلز بقى؟ الانجل هي مالتيبلز من ال 90 ايا كان عدد الايه الام، لان الانجل زي ما هي جي تو ذا باور ام، فالجي دي لو الام ب 1 يبقى بتكلم على 90، 2 يبقى بتكلم على 180، 3 بتكلم على 70، 270 وهكذا. فيبقى لاين ثابت قيمه الزاويه بتاعته تعتمد على عندي كام ايه؟ كام زيرو عند اس بتساوي صفر اللي هي عدد الامز اللي عندي. فممكن يبقى 90، 270 او اكتر على حسب ايه الريبريزنتيشن بتاعي. العكس لو بتكلم على انتجريتورز، يعني الاس بتساوي زيرو دي كانت بودز بالنسبه لي. القصة ما هي الا انه الزوايا بتاعتي تبقى فيها سالب، وانه الماجنتيود بتاعي فيه سالب، لان انا باخد اللوج بتاع واحد على يبقى فيه سالب، تمام؟ والانجل بتاعتي برضو تحت، فهي ماينس 10 ماينس 1 اللي هي ال 90 اللي هي الانفينيتي اللي هي الانفينيتي صح؟ اللي هي 90 او المالتيبلز من ال 90. فده بيقول لي ايه؟ بيقول لي انه اللاين بتاعي هو بالظبط نفس الكلام اللي عملناه هناك بس بالنيجاتيف ساين. لما تبقى بول يبقى لاين بيمر بالواحد، السلوب بتاعه يا اما ماينس 20 يا ماينس 40 يا ماينس 60 ديسيبل بير ديكيد على حسب الام بتاعتي بتساوي كام. الانجل بتاعتي ناقص 90 ام اللي هي ممكن تبقى ناقص 90 ناقص 180 ناقص 270 او ايه او تمام. خلي بالنا بس ان انتوا الورقه دي صحيح ده لينير سكيل بس هو ما هوش صنع، انا ما فرقش معاك في حاجه يعني، في الاخر انت بتقول ان دي او تفرق يعني، لو سميت دي ان دي 10 ديسبل اللي هي اللي بتمثل هنا 20 لوج، 20 لوج الماجنتيود، او بتمثل الانجل فاي. خلينا نقول الانجل مثلا احسن كان معاها 0 و45 و90، انا بقول ان ده مش صنع، ده سيما دي ما بينهم اظن دي 5 2 3 4 105 سبيسز، تمام؟ ف بس ما هوش المسافه دي ما هيش سنتي، فانت تريليتها للارتفاع ده على يعني حسب كنت يبقى سنتي بوينت كذا يعني. لا يعني هي لازم ناخد دي بس عشان احنا انا هوقف انا يعني اللي جاي عندنا انا عارف انتوا بتموتوا خلاص ف... لا اللي جاي ده جاي ده فعلا نخليه مع المره الجايه بيزعل ان هو بيتكلم بقى على الهاي اوردر زي تمام دي هنخليها من اول مره جاي. بس ده المثال ده ضروري عشان نشوف اللي احنا عملناه دوت يعني سهله ايه؟ شوف انا بدوس على الزرار بتشتغل على طول يعني مش
مش قوي مش دايما. طيب جي او اس بيساوي كي في اس زائد 3 على اس بس زائد 1 اس زائد 2، وعايز يرسم الايه البوت بلوت بتاع الكلام ده، ومحتاجين ان احنا نختار كي للكلام ده. يعني الفكره ان انا البوت بلوت لازم يترسم للقيم، تمام؟ بس احنا هنعرف المره الجايه انه انا اقدر افرض القيمه دي زي ما انا عايز، وبيز على القيمه بتاعت الجين ده انا هقدر اقول لك المارجن اللي باقي عشان السيستم يفضل ستيبل. يعني اقول لك انت تقدر تضرب الجين ده في كام كمان والسيستم لسه ايه ستيبل، بس لازم ابدا بقيمه احطها. تمام؟ فهنا في الفرضيه في المثال ده عندنا عشان اقدر ارسم لازم احط قيمه للايه؟ للجين كده. ثاني يا شباب انا ممكن افرض الكي دي بواحد، هيبقى معناه ايه؟ معناه ان انا لسه عندي رينج معين من الواحد ده اضربها فيه 10 مرات 100 مره او اكتر ولسه السيستم بتاعي ستيبل. طب لو بدات ب 10 خلاص يبقى انا بادئ ب 10 بس الفاكتور اللي هضرب فيه برضو هيبقى فاكتور اقل. تمام؟ فالبدايه بتاعتي ديت مجرد فرضيه بحطها ومنها اقدر اكمل على الايه؟ المسألة. ثاني حاجه ان انا لازم احطها على الفورم ده، خدت الكومن فاكتور بتاعي الثلاثه بتاعت البول بتاعت الزيرو بتاعت البول ده عندي الواحد والاثنين، فيبقى الماجنتيود الكونستانت بتاعي اللي هو في الماجنتيود ده 20 لوج 3 في 10 على 2 اللي هي 23.5. مبدئيا كده عندي اوفست، هنرجع للماجنتيود ورا خطوتين كده، المعادله بتاعت الماجنتيود فيها كده ده مجموع على ده مجموع على ده مجموع على ده وهكذا. تمام؟ فاول حاجه كده عندي اوفست ثابت هو القيمه بتاعت 20 لوج الايه؟ الجين اللي هو في الحقيقه الاكتشوال جين مضروب في الزيروز على البوت. طيب يبقى الريبريزنتيشن بتاع الكلام دوت ده اللي انا اللي انتم شايفينه ده مهم جدا ان احنا نعمله عشان ما يبقاش شايفينه برضو في الورقه، اللي هو ان انا برسم كل السلوبس اللي انا متوقع انها تبقى موجوده عندي. تمام؟ لان انا عايز 20 ديسيبل برد كده، عايز 40 ديسيبل برد كده، عايز 60 ديسيبل برد كده، اتوقع ان انا الرسمه بتاعتي فيها ايه السلوبس اللي انا محتاجها، ممكن ابتدي ارسمها على خفيف كده جنب الورقه على اساس ان هي دي امشي موازي ليها لما اجي اوقع الايه؟ الرسم بتاعي. تمام؟ طيب اول حاجه عايزين نوقعها هي 23 بوينت كذا اللي هو 20 لوج اللي كانت 1.5 ديت 23 بوينت كذا ده جزء من الماجنتيود بتاعي اللي هو الثابت بتاع الايه؟ الماجنتيود. طيب عندي كمان زيرو فين؟ عند اس زائد 3. تمام؟ يبقى متوقع ان انا اوقع هنا اهوت هو ابتدينا هنا في عندنا كمان اس هو بدا بالاس بدا بالجي الاس. تمام؟ ما يعني صعب دلوقتي يا محمد احنا الرسم عندكم مش واضح في الورقه نفسه يعني؟ تابع مع الورقه يعني؟ هعتبر دي ليا انا بس انا بشرح نفسي فيهم. هنا دلوقتي بتكلم على ايه؟ اللي هي 20 لوج واحد على جي اوميجا اللي هي الاس ريال دي كنا بنقول عبر عنها ازاي بلاين بيمر بالواحد. تمام؟ الميل بتاعه بيساوي ايه؟ على حسب عندي كم مره الاس دي، فالاس دي عندي مره واحده الاس الام هنا بواحد. تمام؟ فاللاين بتاعي ده السلوب بتاعه هيبقى 20 ديسيبل بير ديكيد يعني من الواحد. هو انا طبعا انا هنا محتاج اوقع ان انا بادي ب 0.1 10 100 1000. طب ليه ابتديت ب 0.1 مبدئيا؟ انا عندي بولز وزيروز عند الواحد والاثنين والثلاثه، وانا برسم الانجلز انا محتاج 0.1 من البولز والزيروز. تمام؟ يبقى انا محتاج ال 0.1 بتاعت الواحد، فكنت محتاج ان انا امثل الايه ال 0.1. مساله ثانيه ممكن اكون البولز بتاعتي ب 10 فال 0.1 بتاعتها بواحد، فممكن كنت ابدا الرسمه بتاعتي بايه؟ بواحد. تمام؟ فمبدئيا محتاج دراسه كده ان انا ابص على البولز والزيروز اللي عندي وابص على ال 0.1 منها عشان في الانجل بحتاج ال 0.1 وابتدي اوقع الايه الحاجات اللي عندي. ما فهمتش؟ تاني ما انا بص ادخلها يعني تاني. فتحت دخلها ما شفتهاش هنقعد وندخلها في الثاني البوينت الواحد والاثنين والثلاثه. تمام؟ هم دول الايه البولز والزيروز اللي عندي انا وانا بوقع الانجلز بنقول ايه؟
محتاج عند الاوميجا بتساوي 0.1a لانه لغايه عندها بصفر. بعدين من عندها اب تو الاوميجا بتساوي ايه عايز ارسم لاين ب 45 درجه لغايه ما يوصل من العشرة ايه اثبت. تمام ده التمثيل بتاع الانجل مثلا هنا. احتاجت ان انا ارسم لغايه البوينت 1 ايه بصفر وبعدين ارسم اللاين ده وارسم. فمحتاج يبقى باين عندي البوينت 1 من الزيرو او البول بتاعي. تمام في المسألة دي لما اشتغلنا هنا شفت ان عندي واحد واثنين وثلاثة اقل واحد فيهم هو الواحد يبقى انا عايز البوينت واحد من الواحد دي لازم تبقى ظاهرة عندي فابتديت منها. تمام مفيش صفر مفيش حاجة اسمها صفر على اللوج سكيل مفيش لوج صفر. تمام فالبداية بتاعتي ابتديتها بايه ببوينت واحد. الاول احنا شغالين على الماجنتيودز يعني لسه دي مش هيبقى لها تأثير لسه دي ليها تأثير لسه ما هيظهر في الانجلز عندنا هنا اهوت وتاثيرها في اللاين اللي احنا اللي انت مش شايفه ده اللي هو بتاع 20 ايه لوج 1 على جي اوميجا بيتمثل ازاي. بنقول انه بيتمثل باللاين السلوب بتاعه ناقص 20 ديسيبل بير ديكيد لان انا بتكلم على انتجريتور واحد فقط وبيمر بالواحد ادي الواحد اهي اللي هي على رأس الديكيد ديت باللاين بتاعي ده بيمر بالواحد. الميل بتاعه كام؟ انا واخده موازي لواحد من اللاينز اللي انا رسمها اللي هو 20 ماينس 20 ديسيبل بير ايه؟ بير ديكيد. تمام؟ ده جزء من الماجنتيود بتاعي وده كمان جزء من الماجنتيود بتاعي محتاج في النهايه اجمع الحاجات دي كلها ايه؟ على بعضها. طيب بالنسبه للزيرو عند الثلاثه بيقول لي ان اب تو اللوكيشن بتاع الزيرو الماجنتيود بصفر ومن اول اللوكيشن وانت طالع الميل بتاعك 20 ديسيبل بير ديكيد. انا سعيد لما احس ان انتوا تعبانين بتعانوا كده. فاحنا التوقيع بتاعنا ادي واحد دي اثنين دي ثلاثه. تمام يبقى لغايه الثلاثه الماجنتيود بتاعي بصفر. من الثلاثه واحنا طالع هنرسم الميل بتاعنا 20 ديسيبل بير ديكيد. ده جزء من الرسم عندي. اللي بعده البول عند الواحد لغايه الواحد بصفر وبعدين ارسم لاين السلوب بتاعه ماينس 20 ديسيبل بير ديكيد. تمام لسه واحد كمان اللي هو عند الايه الاثنين اللي هو لغايه الاثنين بصفر ومن عند الاثنين برسم لاين السلوب بتاعه ماينس 20 ديسيبل بي بير ديكيد. انا اللي انا كاتبه ده بس بقول ان انا بمثل اني بول لكن انا مش معوض اكشوالي فيهم انا ماشي بيزد على الطريقه بتاعت الاسمتوت اللي احنا حاطينها. بقى حاجه بسيطه جدا ان احنا نجمع كل الكلام ده ايه مع بعض. نجمعه ازاي بقى؟ محمد يحيى يقول لنا نجمعه ازاي؟ في الامتحان بقى من النهارده. نجمعه ازاي؟ بيقول لي انه السلوبس دي التجميع بتاعها الحقيقه انه على حسب اول ما بدخل على سلوب بيجمع معايا في السلوب بتاعي سواء بالموجب او بالسالب بتاعه. تمام والاوفست هو ده اللي هبدا منه. يعني على سبيل المثال هنا الاوفست دي اللي هي 23 بوينت كذا اللاين اللي هو بتاع الناقص 20 اللي هو بتاع الجي اوميجا او واحد على جي اوميجا اللي هو بيمر بالواحد ده لما اضيف عليه ال 23 بوينت كذا دول يعني معناها ايه؟ يعني انا رفعت اللاين ده بدل ما بيمر بالصفر عند الواحد بيمر بالصفر عند الاوميجا بتساوي واحد بقى بيمر عند ال 23 وشويه عند يعني انا دلوقتي بتكلم على ايه؟ على كونستنت بتكلم على الكونستنت ده وبتكلم على لاين بيمر هنا عند اوميجا بتساوي واحد بالصفر صفر كماجنتيود لما اجمع ده على ده يعني بعمل ايه؟ برفع اللاين ده يمر هنا عند الواحد بالقيمه ما زال السلوب بتاعه هو هو اللي هي ماينس 20 ديسيبل بير ديكيد بس حصل له اوفست جمعت عليه ثابت اللي هو دوت رفعته فوق صح؟ كل اللاينز بقى بالسلوب بتاعها اهو ابتدينا نقول صح كل الايه؟ انا دي الصح اللي هي بتاعت اللي احنا عارفينها دي الصح في كل وقت
السلوب بتاع اي لاين تاني هو عباره عن انا يعني لو انا طبعا عندي بقى لاين تاني كمان معايا هنا يبقى كل نقطه هنا عايز اضيف عليها كمان او يعني لين حاجات زي كده يبقى انا كل نقطه ضيف بضيف عليها عايز شيفت النقطه دي على حسب ده والنقطه بتاعت هنا عايز تضاف عليها دي والنقطه دي ودي يضاف مع بعض يتعمل ازاي ده يتعمل بالسلوب فاهم ان انا اضيف سلوب قد ايه واطرح سلوب قد ايه على حسب اللي انا مريت بيه يعني لما انا همشي باللاين ده لما يعدي ال 23 فوق اللي هي عند الواحد 23 وكذا لما انزل بيه واقابل هنا اول حاجه هقابلها كام؟ اللي هي الواحد اول حاجه هقابلها اللي عند الواحد هيبتدي يضيف سلوب كام؟ الواحد دي زيرو صح؟ سوري بول يعني هضيف سلوب ماينس 20 ديسيبل بير ديكيد يبقى اللاين بتاعي ده اللي انا كنت ارسمه والحاجه ممكن تنقذكم مني بصراحه دكتور الصابر يعني انت لو حد عارف رقمه يطلبه ولا حاجه انا هعيد الكلام المره الجايه يا جماعه بس انا هعيد معاك تاني الاكزامبل ده المره الجايه بس احنا محتاجين ان احنا نقفل الموضوع على بعض ما ينفعش ان احنا مش هيبقى في ناتج من اللي احنا عملناه اه طبعا وغيركم رسمها قبل كده يعني مش انتوا بس والله احمد كله كده ده عام جديد والله خالص ما فتح لسه ما عايز لو نلقوا بس يعني ده قبيل دي الأوميجا بتساوي زي ما قلنا وده اللاين اللي هو بتاع كونستانت 23 وشوية بتاع 23 وقايم كده قلنا اللاين اللي كان بيمر هنا بالواحد ده السلوب بتاعه ماينس 20 ديسيبل بير ديكيد لما اجي اجمعه على ده هشفته يبقى اللاين بتاعي ده هيمشي من هنا شباب نركز شويه طب ايه اللي يخلي لو انا هنا اهوت عندي دلوقتي الحاجه الاضافيه عندي ايه؟ انه ظاهر عندي بول الشكل بتاعه كده بالصدفه ان هو على فكره عند الاوميجا بتساوي واحد ممكن كان يبقى ما عنديش حاجه عند الاوميجا بتساوي واحد هنا في المثال ده عندي بول عند اس بتساوي ناقص واحد فكان بيبقى ايه صفر وبعدين ينزل كام؟ ماينس 20 ديسيبل بير ديكيد ده معناه لما عاوز اجمعه على ده معناه اعمل ايه؟ معناه ان اللاين ده من اول هنا من عند الواحد مش هيكمل كده هيكمل بسلوب سالب 20 سالب 40 ديسيبل بير ديكيد اللي هو السالب 20 اللي هو كان عاملها والسالب 20 اللي اتضافت عليه بسبب طب يفضل كده لغايه فين بقى؟ لغايه ما يقابل الاثنين الاثنين دي بتضيف ايه؟ ما الكراسه انت حاططناهم ما اللاين بتاعي ده لما بقى كده ده كان انا شفيت ده الكراسه ده متضاف خلاص انا اول خطوه عملها ايوه ازيك يا ابراهيم ازيك يا حاج معلش انا قدامي كده 10 دقايق كمان الكونستانت زائد اللي هو البول اللي كان عند اس بتساوي زيرو هو الناتج بتاعه ان اللاين بتاع البول ده اتشفت طلع فوق بالشكل ده تمام يفضل ماشي بسلوب كام يفضل ماشي بالسلوب بتاعه اللي هو ماينس 20 ديسيبل بير ديكيد لغايه ما يقابل اول حاجه هيقابلها من الزيروز او البولز هنا في المثال بتاعنا ده قابل بول عن الواحد ده معناه ان الاسلوب ينزل كمان سالب 20 ديسيبل بير ديكيد فينزل يبقى ناقص 40 ديسيبل بير ديكيد لغايه فين بقى؟ لغايه ما يقابل اثنين الاثنين دي تضيف ولا برضه بالسالب؟ دي برضه بول تمام بالسالب فينزل كمان يبقى سالب 60 ديسيبل بير ديكيد لغايه ما يقابل مين بقى؟ ثلاثه الثلاثه دي كانت زيرو السلوب بتاعك كان 20 ديسيبل بير ديكيد بالبوست ده ف 60 دي تتعدل شويه تمشي على ناقص 40 ديسيبل بير
بردك عايز تمثلها اكشوال مثلها اكشوال على الكلام ده مفيش مشكله عوض بالقيم وجمع. عشان كده الناس بتلجا لايه الاسيمتوتيك تبسيط للموضوع شويه لكن طبعا احنا عارفين ان هو ما هوش الايه الاضافه. تاني الكونستانت ضفت عليه السلوب ده اللي هو اللي كان البول عند اس بتساوي زيرو فشفت اللاين اللي كان السلوب بتاعه ماينس 20 نسبه للبير ديكيد ان هو يمر بدل ما يمر بالزيرو هنا عند الاوميجا بتساوي 1 بقى بيمر بالكونستانت ده الاوفست الاولاني. بعد كده وهو بيقابل البولز والزيروز ياخد السلوب بتاعهم ويضيفه على السلوب بتاعه فلما كان سالب 20 نسبه بير ديكيد قابل عند الواحد نفسها كان فيه بول بسالب 20 نسبه بير ديكيد كمان فبقى سالب 40 قابل بول تاني عند الاثنين بقى سالب 60 قابل زيرو عند الثلاثة فعدل العملية شوية وبقت كام؟ بقت سالب 40 نسبة بير ديكيد تمام؟ نفس الكلام نقدر نعمله على الايه؟ الانجلز ده الرسم اللي قدام اهو اللي بالاحمر ده المحصلة بتاعت الكلام ان هو هنا لغاية الواحد مر ب 23.5 ده اللي هو عبارة عن الكونستانت زائد 1 على اس. بعد كده بقى سالب 40 لغاية فين؟ لغاية الاثنين. من الاثنين للثلاثة بقى سالب 60 بعد الثلاثة يفضل ماشي بسالب 40 لأنه اتضاف له ايه؟ 20 ديسيبل بدل. فكده ده السبب بتاع انه راحوا لللوج ان هو يقدر يجمع الحاجات على بعضها من خلال الايه؟ السلوب بالشكل ده. الانجلز نفس القصة، الانجل الأولانية عندي انجل عند السالب 90 دي اللي هي بتاعت الواحد على اس تمام؟ وعندي انجل اللي هي تقابل البول اللي عند الواحد لغايه البوينت واحد يعني اللي جاي كده من قبل كده ما يهمنيش بس لغايه عنده بصفر تمام؟ من عند البوينت واحد من الواحد اللي هي البوينت واحد من البول اللي عند الواحد السلوب بتاعي بسالب 45. طب قصه كالاتي انا هوقعهم واحد واحد الاول احنا بنتكلم على البوينت واحد ده انا بادي بيها وبعدين عندي الواحد وعندي العشر. الاولاني ده لوحده اللي هو عند الاس بيساوي عند البول بيساوي واحد على اس زائد واحد ده بيقول لي انه صفار لغايه البوينت واحد وبعدين ينزل بميل 45 يعني الواحد دي تقابل هنا زاويه 45 او سالب 45 درجه يديني الميل ناقص 45 بير كده 45 انجل طبعا تمام. يفضل كده لغايه فين بقى 45 دي لغايه 10 مرات من البول 10 مرات من البول اللي هو الواحد عند الايه؟ عند الواحد فيفضل كده لغايه الواحد لغايه ال 10 سوري لغايه ال 10 دي تقابل سالب 90 وبعدين بيقول لي ان الانجل بتساتيوريت بقى وتصبح عند الايه؟ سالب 90. بالنسبه للبول اللي عند 2 يعني يهمني النقط اللي هي بوينت 2 والاثنين نفسها وال 20 تمام؟ اللي هو يكافئ ايه بقى؟ على فكره الكلام ده كان ظاهر السنه اللي فاتت يعني واضح ان بس ده شويه يعني الالوان دي كانت واضحه يعني مش مضطرين نكتب كده يعني. المهم انه احنا بنتكلم على صفر لغايه هنا كل ده صفر من اول البوينت 1 لغايه الاثنين المفروض انه مقابل الاثنين عند ال 45 بالشكل ده تمام؟ ويفضل مستمر كده لفين بقى؟ لغايه ما يقابل ال 20 عند ال 90 برضه يمشي يثبت على الايه؟ على ال 90. الثلاثه بقى الثلاثه غير كده الثلاثة يبقى انا بتكلم على البوينت 3 والثلاثة وال30 الثلاثة صفر لغاية الثلاثة كل ده بالنسبة لنا صفر بعدين من بوينت 3 لغاية 3 يقابل هنا 45 درجة بيرديك 45 درجة فيبقى معناه ان اللاين بتاعي ده وهنا طبعا يوصل مع ال10 هنا بال90 درجة ويثبت على دي التسعين كده دوت يبقى اسمه سلوب 45 درجه بكده
وعندي كمان ايه؟ وعندي كمان اللي هو عندي السالب 90 ده اللي هو بتاع 1 على اس، يعني ده بتاع اس زائد 3، ده بتاع 1 على اس زائد 2، ده بتاع 1 على اس زائد 1. وعلينا ان احنا نجمع برضو الحاجات دي مع بعض عشان في الاخر ندي الايه؟ التوتال انجل. التوتال انجل في الحقيقه المفروض ترسى في النهايه على 90 درجه، درجات مالتيبلز من 90 درجه تكافئ فرق البولز ناقص الايه؟ ناقص الزيرو. انا في النهايه كله بيرسى هنا على 90، فالثلاثه دول المفروض يدوني 270. لما اجمعهم على بعض هيدوني 270. تمام؟ لا اللي هي السالب 90 اللي هو 1 على اس، ما لسه بقول لك الثلاثه دول اللي هو البولز يعني. الرابع بقى دوت شغلته ايه؟ انه يطرح مني 90 او يجمع من بوزيتيف يعني 90، فبدل ما هتبقى عند سالب 270 المفروض تستقر عند سالب كام؟ 180، اللي هي البولز ناقص الزيروز في 90 درجه. طبعا بتكلم على النيجاتيف كله في الاتجاه النيجاتيف يعني، بس ما يبقاش ستيبل لو كانت الانجل دي كلها ايه؟ بوزيتيف. الانجل اللي بتكلم عليها دي كلها الفيز ناحيه الايه؟ النيجاتيف. فاحنا الثلاثه بولز دول بيكونتربيوتوا في النهايه من سالب 270، الزيرو بيكونتربيوت بزائد 90، فانا اكسبكتنج انه في النهايه لازم تقفل معايا الفيز على ناقص 180. تمام؟ اللي هو المحصله بتاعت الكلام ده، وبرده شغاله على السلوب. يعني اب تو بصوا البدايه بتاعتنا فين؟ من الاوفست. البدايه بتاعتنا ناقص 90 ليه؟ لان انا عندي مبدئيا سالب 90 اللي هو بتاعت 1 على اس. تمام؟ ابتدي بقى امشي مع ايه؟ ابتدي امشي مع كيس باي كيس. اول حاجه لغايه الواحد البوينت 1 اللي هي 1/10 من الواحد. بعد كده امشي بميل كام؟ امشي بميل 45 سالب 45. تمام؟ طيب لغايه ما يقابل ايه بقى؟ الاثنين. تمام؟ ولا البوينت 2؟ بوينت 2. البوينت 2 هيقوم ضايفه له كمان سالب 45. لغايه كام بقى؟ البوينت 3. البوينت 3 بتعدله تاني. تديله بوزيتيف. تمام؟ رجعته تاني لايه؟ ل 45. لما يوصل بقى لل 10 بتاعه الواحد اللي هي 10 مرات من البول اللي هو الواحد، تبقى ايه؟ اتعدل تاني، يعني كانه كسب ال 45 درجه اللي هو جه كان خسرانهم، فيبقى معناها انه هيمشي على الايه؟ الزيرو دوت السلوب بتاعي بزيرو يعني. لغايه ما يقابل كام؟ 10 من الاثنين يكسب 45 كمان، يبقى يشتغل بالايه؟ بالشكل ده. لما يقابل 10 من الزيرو بيخسر ال 45 بتوعه، كان طالع بسلوب 45 ديسبل بردكيت وبعدين يثبت، يبقى كانه خسر ال 45 بتوعه فيثبته بالايه؟ يثبت بالشكل. قفل عند كام بقى؟ قفل عند السالب ايه؟ 180. معايا يا شباب الحته دي اللي هو من البوينت 1 بيبقى البولز من البوينت 1 يبقى بيتكلم على سالب 45. لما هو لوحده حتى من غير بقيه الحاجات الثانيه، لما يوصل لغايه ال 10 كون انه يتعدل ويبقى ثابت يعني معناه انه خسر ال 45 من سلوب ال 45 بتاعه. يعني ده نفسه انا بمثله كده لوحده. ده كده السلوب بتاعي سالب 45 بالديكيد. لما وصل عند 10 مرات منه كونه بقى كده السلوب بتاعه بزيرو، يبقى كانه كسب ال 45 تاني. اللي كان هو كان بسالب 45 بقى زيرو. هنا ده لما كان موجب 45 كان بيزيد وبعدين ثبت، يعني معناه ان هو ما بقاش عنده الميزه بتاعت 45 ديسبل كده، يعني خسرهم بقى هنا اهو. وانا بجمع لما كنت بجمع هنا اهو، لما وصلت ال 10 من الواحد ديت، لما وصلنا هنا عند 10 كان اللاين اصلا بتجميع السلوبس وصل لسالب 45. لما وصل عند 10 اللي هي 10 مرات من البول كسب ال 45 بتاعته، اللي هو كان بسالب 45 فكسب ال 45 فعشان كده مشي كسر. لا خط اللي هو خط اللي هو 10 خط الايه؟ اللي تحت خالص. الصبوره تحت هنا؟ ده؟ ده موازي هو الواحد الاول بتتكلم عليه؟ ده كده موازي 2/10 موازي 2/10 من اول 2/10 السلوب بتاع دوت سالب 45 والسلوب بتاع ده سالب 45. المسافه دي قد المسافه دي يعني. لما سبت المفروض لما سبت في 2/10 كان لسه مكمل فتره كده، فتره واحده، والفتره دي المفروض فيها 5. ما خلينا نمشيها واحده واحده يعني، احنا يعني خلينا الاول حتى ننسى الناقص 90 ده.
نبتدي من هنا. هو ماشي هنا بالسلوب بتاعه ده. صح؟ لما جه عند الاثنين حصل ايه؟ زي الاسلوب بتاعه ماشي. زي الاسلوب بتاعه. ها؟ لما جه عند الثلاثة بقى ايه اللي حصل؟ زاد الاسلوب كمان مرة. لا زاد ظبط. زاد كمان مرة. اه لا هنا هنا كان 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 الزيادة المقصودة هنا يعني بقى سالب 90. بعد كده سالب 45. رجع تاني من الأول هنا يمشي زي ده. رجع سالب 45 في هنا الجزئية دي المفروض فيها 45 كمان المفروض الاثنين شغالة. ما هو يفضل بالسالب 45 اللي هو محصلة دول كلهم لأقرب حاجة يقابلها، أقرب حاجة يقابلها مين؟ ليه هيك لوحده؟ هيك 11. لا يعني اللاين الجديد اللي اتكون عندك اللي هو ده. اه. بعدين كده بعدين كده. الموديل اللي موديل التخطيط اللي هو 12 و12. هيبقى موديل صح كلامك. ده مشكلة حد ما يقابل بداية الواحد تيجي يقابل مين بقى؟ حد النهاية بتاع رقم 10. النهاية اللي جاية من رقم 10. اسمها اللي هي رقم كام بالظبط يعني؟ 10. اللي هي ال 10؟ 10 عند ال 10 بيحصل ايه اللي هو بتاع البوينت 1 ده بيحصل له ايه؟ السالب 45 بتاعته تعادلت بقت صفر يعني معناها كأنه كسب 45. عشان كده هو 45 دي بقت كده. خليها يعني اقول لك لو كانت البوينت 3 دي لو كانت البوينت 3 دي هي كمان بول. كنا هنتكلم على سالب 45 سالب 90 سالب 135 لما كان هيوصل لل 10 هنا هيبقى سالب 90 يعني بالصدفه بس ان دي بتكافئ صفر يعني. يعني لكن عايز اقوله انه اللحظه اللي هيوصل فيها 10 مرات البول يكسب 45 اللحظه اللي يوصل فيها 10 مرات الزيرو يخسر 45 ودي المحصله بتاعت الايه الحاجات دي. هنعيد الكلام ده مع بعض المره الجايه بس كان ضروري ان احنا نطبق على الايه اللي احنا